الله اللي يعلن العمد رؤساء الجهات ان يخرصوا عندهم ياسر من الموارد المحليه، يعني يديروا عليها رسوم، يديروا عليها ضرائب بقد لا تحصل لهم ميزانيات يبدؤوا بها. بين اللي احنا اكبر ثروه في هذا البلد هي الثروه الحيوانيه ولا عليها رسوم. ولا من المنطقي الا ان تعود صاحب البلطره وصاحب البوتيك اللي عنده داخل تقريبا 300,000 عايش منه دير عليه البلديه رسوم، وواحد ثاني عنده 500 راس من البل والله البقر ما عليه رسوم. معناها ان عندنا ثروه حيوانيه كبيره ما عليها رسوم، ومعناها ان عندنا ثروه معدنيه هذا التعدين اللي يمشوا به الاجانب ما عليه رسوم، والثروه الزراعيه ما عليها رسوم، رسوم هذه اللي مدينه زراعيه وفيها مصانع وتصدر احتياجات البلد من الارز ما عليهم رسوم بلديه. معناها اننا ندير الرسوم البلديه على الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه والثروه المعدنيه وعلى الانشطه المتعدده الموجوده في كل مقاطعه وفي كل بلديه، هذا يحصل منه قدر من الوسائل يقدروا يخدموا به المواطنين ويحسن ظروفهم ويعود ذاك اللي يتعدل الدوله يكمل المجهود المحلي. غير انه يعود العمده يتم لا قاعد حان تجي ميزانيه، ظاهر له عنه يقعد المفهوم اللي عنده المفهوم الميزانيه انا بعد شخصيا ماني متوافق معاه فيه، ويقعد له يضيع عليه ياسر من الوقت.